ما الذي حصل تاريخيا؟ باختصار، الذي تكون له السلطة والنفوذ حتى إن لم يكن هو في إيه؟ في سدة الحكم والسلطة، ولكن السلطة إيه؟ في حالة إيه؟ اتفاق، وهو في حالة موالاة لهذه السلطة، السلطة تسعده وتعينه، للأسف يسطو بأخصامه من المسلمين ويعمل فيهم السيف والتذبيح. عودوا إن شئتم أيها الإخوة والأخوات إلى معجم ياقوت الحموي، معجم البلدان، إلى مادة الري، بلدة الري، بلدة مشهورة من بلاد إيه؟ فارس. ونقل ياقوت رحمة الله عليه عن الإمام الجغرافي الرحالة الإصطخري أنها كانت أعظم المدن بعد بغداد. عجيب، نيسابور أعظم منها إيه؟ مساحة، وتبعد عنها 160 فرسخا، لكن هي أعظم منها كمدينة، بالعمران، بالنهضة أيها الإخوة، بحركة المعاش، أعظم المدن، فيها رخاء، فيها جمال كما وصفها ياقوت الحموي أيها الإخوة، وفيها تنوع. قضت عليه العصبية المذهبية والطائفية. يقول ياقوت الحموي: مررت بها سنة 671 سنة 71 و600 هجرية، في القرن السابع، في آخر القرن السابع الهجري، هاربا من التتر. شوفوا البلاء الذي حل بهذه الأمة، بلاؤها بالصليبيين، والتتر لا يفوقه إلا بلاؤها بأنفسها، بسبب العصبية المذهبية، بسبب انغلاق العقول، بسبب جناية العلماء والأئمة على الجماهير بتعصبهم وتحزبهم، وفرقوا الأمة، بل فرقوا دين الله أيها الإخوة، بددوا هذا الدين وفرقوه، شيء غريب. قال: مررت بها سنة 71 و600 فوجدتها خرابا، جدرانها قائمة، جدران هذه الخرابات قائمة، مزوقة بالأزرق، جميلة، لكن خراب خراب خراب، المدينة خربة لكن الجدران قائمة، معنى ذلك أن الخراب حديثه عهد، هذه المدينة حديثة عهد إيه؟ بخرابها ودمارها. قال: فسألت رجلا من عقلائها ما سبب هذا الخراب؟ قال: السبب ضعيف، سبب تافه كما نقول الآن، السبب ضعيف، لم يغزوها التتر، لم يدمرها المغول، دمرتها العصبية المذهبية. قال: فحكى لي، والحقيقة طبعا تاريخية، قال: هذه المدينة العامرة الجميلة، أعظم مدن بعد بغداد على حد قول الإصطخري، كان فيها الشافعية وهم الأقل، وفيها الحنفية وهم أكثر، وفيها الشيعة الإمامية وهم السواد الأعظم، معظم سكانها من الشيعة الإمامية، فوقعت العصبية بين السنة والشيعة، وقعت العصبية بين السنة والشيعة. شوف كلمة وقعت العصبية، من الذي حركها؟ أنا أقول لكم: المشايخ العلماء، كما يحدث الآن، يمكن المشايخ والعلماء دائما كما نفعل نحن، ونصر على أن نفعل ونتعبد به الله، أن يعملوا على توحيد الأمة. أنا سني وأبقى سنيا، وأنت شيعي وتبقى شيعيا، ولكن نعمل على توحيد أمة لا إله إلا الله، ولا نريد أن نطرق طريقا لاحتراب هذه الأمة وتفجيرها من الداخل، وذبح بعضها بعضا، لا نحب هذا ولا نريده، ونراه جريمة بربي العالمين الذي رفع السماوات بغير عمد، من أعظم الجرائم. أنا لا أدري كيف يمكن لعلماء ومشايخ وفقهاء أن يتقلدوا هذا في رقابهم أمام الله تبارك وتعالى. هل هو الجهل؟ هل هو الجنون؟ هل هو الطمع؟ هل هي الأجندات؟ هل هو الدفع؟ لا أدري، لا أدري ما الذي يحدث، شيء فظيع مفظع، كأنهم لم يقرأوا. في الحقيقة أنا متأكد معظمهم لم يقرأ التاريخ ولا يعرف التاريخ، هؤلاء المشايخ والعلماء لم يقرأوا تاريخ أمتهم، لا يعرفون شيئا، هم يظنون أن تاريخهم سمن على عسل، فقط حين نبغ هؤلاء النابغة من إيه؟ من نوابت المبتدعة والضلال اختلف الأمر أيها الإخوة، واختل الميزان، فعلينا أن نطهر الأرض منهم وتعود الأرض إلى أهل الحق. كلام فارغ، هؤلاء لم يقرأوا التاريخ، هذه الحروب والمذابح جارية في تاريخك باستمرار يا أخي، يا شيخ، يا مولانا، تعلم يا أخي، اقرأ بالله عليك، اقرأ يا أخي، لا تتصدر قبل أن تفهم، ولا تعد هذه الأمة إلى الويلات والنكبات والمصائب والثبور العظيم بالجهل والحزبية والعصبية وضيق الأفق والعطن وضيق مناجح النظر. إيه، طاهر الأرض منهم، يعود الأمر إلينا، ما شاء الله، كأنه كان إليك دائماً. الهوينة، عائل الهوينة، غير صحيح. قال: فوقعت العصبية، والسؤال: من الذي حركها؟ معروف.
فوقعت العصبية بين السنة والشيعة، فتألب الحنفية والشافعية على الإمامية، وتطاورت بينهم الحروب حتى أفنوهم. هم السواد الأعظم كانوا الإمامية، حتى لم يبقى منهم أحد يعرف. أحرقوا أسواقهم ومساجدهم وزواياهم ومحلهم ودورهم، خربوها بالكامل، مذابح حقيقية، مساكر، مذابح حقيقية، مش ضرب بالعصي وبالأيدي، ذبح كامل، إبادة كعبادة التتر المغول. الآن السنة المتعصب المحترق مبسوط جدا، يقول لك إيه، يذهبوا إلى الجحيم، شيعة إمامية. إيه؟ ثانية الشيعة الآن سيتفرغ ماذا؟ السنة للسنة. أنا قلت لكم هذا 100 مرة، مليون مرة، هذا يحدث، هذا يحدث دائما، ولا قدر الله أن يحدث، لا أوله ولا آخره، لا أوله ولا ثانيه. قال ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية، وقامت بينهم الحروب أيها الإخوة، وبلغتنا والمذابح. والعجب أنه في كل تلك الحروب يقول إيه؟ يقول كان الظفر والنصر للشافعية على أنهم الأقل، هم قلة لكن ينصرون على الحنفية. طبعا أكيد سيقولون هذا بدعم من الله تبارك وتعالى، لأننا على المذهب الحق، مذهب أبي عبد الله الشافعي، ونحن أشاعر، هم أحناف ماتريدية، مع أنهم مذهب واحد تقريبا. نفس الشيء فعلوا بهم مثلما فعلوا جميعا بماذا؟ حتى لم يبقى حنفي واحد، دمروهم، ذبحوهم من عند آخرهم. تفانى الأحناف في الري، المدينة العظيمة، أعظم مدن بعد بغداد، نكبة من النكبات يا إخواني، شيء لا يصدق، لا يكاد يصدق. يقول ياقوت وبقي فقط في الري الشافعية في محلة صغيرة، لأنهم كانوا الأقل، هم قلة من ناحية ديموغرافية سكانية، هم قلة. فخربت المدينة التي عمرها الله بالأحناف وبالإمامية وبهذا التنوع، ما في أحناف، ما في إمامية، بقيت الشافعية كما نقول، اجلسوا فيها استروحوا ما شاء الله، لن تنفعهم الآن، أنتم قلة، لا تدار الحياة بقلة، ولا بلون واحد، ولا بطعم واحد، ولا برأي واحد، ولا بزحنة واحدة، ليس كذلك؟ لماذا القضاء على التنوع؟ قال ياقوت بقيت الشافعية في محلة صغيرة تعرف بمحلة الشافعية، ولذلك هؤلاء لا يشون ولا يؤذنون بأنها مدينة عامرة، المدينة خراب، تدخلها فيها الشافعية على أنها خراب، مدينة خربانة مدمرة، تخيلوا عظة. فمن اتعظ بهذه العظة؟ أعتقد لا أحد، من اتعظ لا أحد.